العشق لحظة سحر بيبان يسرق من الشفا الدفا ولحظة حنان وبيرسم الذكرى حلم على الحيطان وجوا حيطانه انكتب قصص وكلام مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نامت كمان مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان ما عندكش ريحة الدم وما بتحسش بقولك حالتي النفسية سيئة يا بني آدم تقول لي روح اعمل مسرح لك يا دب لك هاي روميو وجولييت ان شاء الله تكون رايه وسكينة حتى روميو وجولييت ولا انا مالي بقولك ايه بقولك ده لو واخد اجازة مخصوص من شغلي عشان اقعد في اوضتي واتفرغ لحالة الملل والاكتئاب اللي فيها تقول لي روح اعمل مسرح لك هاي فرصة ما بتتعوض جمهور اضواء تصفيق العالم جايين يحضروك معجبين ومعجبات بقلب المسرح إذا ما المعجبات بيروحوا المسرح؟ أنا كنت فاكرين بيروحوا السينما بس بالعكس هن بيروحوا لعند الممثل المسرحي لأنه بالنسبة إلهم الممثل المسرحي بيقدروا يسلموا عليه يقولوا له يعطيك العافية بيباركوا له أما الممثل السينمائي وهم حبنا ليه؟ فعلاً مسرح أنت صح أنا لازم أخرج من حالة الحزن والكآبة اللي أنا فيها دي والحياة لازم تستمر يا عيني عليك يا عيني عليك بتعرف هلأ فعلا عجبتني لأنه بفيلم الحياة سوف تستمر بيقولوا لك وراء كل نهاية حزينة حياة سعيدة برافو عليك بس أنا هبتدي أركز على المسرح قولي بقى كريم لما بقى واقف كده على المسرح ولاقي بقى معجبات تحت بيحذفوا ورد بقى كده وبتاع ولا الاقي معجبه داخله عليا عايزه تديني بوسه كده ولا حاجه ولا مدلها اوتوجراف انا بقى كنجم في اللحظه دي رد فعلي او الحركه بتاعتي تبقى لولبيه ولا حلزونيه ولا اقف ثابت كده كنوع من انواع ال ها يفضل تكون يعجبوا فيك ممثل صنمي اول شيء اللي هو كده ايوه خليك هيك أنا مش قادرة أفهم أنت ليه معترض على فكرة المسرح؟ بصراحة ما عجبتني الفكرة ما بدي أروح على المسرح ويتعرف على هدول المثقفين الشعرهم طويل وبيحطوا لفحات وشناتي ومدري شو يعني هيك ويتعرف على أفكارهم ويفوت لنا أفكار دخيلة على البناية دي مسرحية روميو وجولييت يعني مسرحية حب قصة رقيقة نعمة ما فيهاش أي أفكار دخيلة ما فيهاش حاجة خطر يعني أنت معقول مش عارف روميو وجولييت؟ مو هدول اللي بينتحروا آخر شيء؟ أيوة هم دول هذا سبب كافي لحتى امنع الفكره ما معقول يعني بدك اياه يتعلم الانتحار
دلوقتي احنا عايزين نتولي يروح ويجي ويفك كده شويه ويتلهي، يعني يخرج من الحاله اللي هو فيها دي، لان احنا تعبنا بصراحه، وصلنا لمرحله ان احنا بنفكر نمشي ونسيب العماره خالص. وانت متخيل لو مشينا وسبنا العماره هيحصل له ايه بقى؟ يا حبيبي هيبدأ 10 خطابات حاشده. خلاص موافق، بس بشرط تتغير النهايه. نهايه ايه اللي تتغير؟ ما ينفعش، دي مسرحيه عالميه. اي خلص، شو بدك انت؟ اعطيني اسم المؤلف ورقم تليفونه وانا بحاكي. كل شيء بيصير بيتغير، كل شيء بالضغط. عايز رقم شكسبير؟ ايه ليش لا؟ بحكي معه وبحكي مع ابوه كمان، يعني المشكله ما بخاف من حدا انا. هو انت ايه اخر مسرحيه اتفرجت عليها؟ الشاهد ما شاف شيء حاجه، بس كانوا الاولاد هيك عم علموا امهم الدخان، وقتها بيجي ابوهم حسني البرازان وبيقتحم العرض. اولا دي مسرحيه العيال كبرت، مش شاهد ما شافش حاجه. كبرت. اوكي، هلا انت شو بدك؟ عايزه متولي يعمل روميو. يعمل روميو، ان شاء الله يعمل هالك. خلصوني بقى. يا كريم يا حبيبي افهم، انا ماليش اي علاقه بالمسرح، لا من قريب ولا من بعيد، يا دوبك انا اخري اعدي بس من قدام المسرح، لكن اقف على المسرح لا يمكن. لك سلاف ورجيته السي في تبعك وعجبه شكلك كتير. يا حبيب قلبي انا السي في تبعي ما فيهوش غير حاجه واحده بس، المطبخ، يعني الكوسه، البتنجان، الطبيخ، غير كده انا بلاطه. لك خلصنا بقى، خلصنا بقى. المخرجين بيشوفوا بطريقه مختلفه غير اللي انت بتشوفها. بتعرفوا لروميو شي؟ بتعرفوا؟ واضح انك ما بتعرفه. تفضل اقعد. هنا؟ ايه تفضل. انا عندي دي في دي له، هلا بورجيك. قوم لهنيك، ليكو ليكو. رابع واحد من تحت. حطه بالدي في دي بسرعة. طب ما انا كنت واقف، ما انا كنت واقف. يلا. عالم ما بتعرف رومي. لا. دي كلها افلام كرتون. اهو لقيته. حطه. الله، مش مصدقه ان احنا قاعدين بنشرب كوفي في الهدوء ده كله. فعلا اللي عملته سلاف انقاذ حقيقي لقلنا. المهم بس دلوقتي ان المخرج هو اللي يرضى عنه، لو مش كده كل الموضوع هيبوظ. يا رب. وين اسمع؟ ليش قاعده بغير قاره؟ قربي لهون. لا ما كتير حابه اقعد حد الشباك. ما بدك تقربي على الشباك؟ شو على اساس معرضه للقنص يعني؟ عندي اسبابي الخاصه ومش من حقك تعرفها. طيب تقعدي محلي. لا ما بدي اقعد هونيك، لانه نحن بنص الشهر، فاذا بقرب هونيك بصير بالشمال المغناطيسي، فهمت هلا؟ شو؟ بركولي 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 وهنوني وزغرطولي. ها طمنه. المخرج عجبه أدائي جدا، وقال لي إن أدائك حيكون صدمة وصعقة لجمهور شكسبير في الوطن العربي كله. الحمد لله إداني مقاطع ضرب عليها من شخصية روميو. المسرحية عن شو؟ عن سلاحف النينجا. ما هو بيقول لك روميو. إيه فهمت، بس عن شو المسرحية؟ إله ساعة بيقول روميو وجولييت. في حدا على الكرة الأرضية ما بيعرفش يعني روميو وجولييت؟ لك ايه، هي قصة الحب العظيمة. عرفتها. انتوا ملاحظتوش يا جماعة؟ أسماء قالت جملة مفيدة. سقفوا. يعني حدث لن يتكرر. لقد أهاب بي الغرام أن أبحث عنك هنا وهناك، فأعرني حكمته فأعرته عيني. فأنا لست ملاحا، ولكنك تبعدين عني أميالا وأميال، وجئت أبحث عنك من أقصى بقاع الأرض، ولكنك
ولكنك ركبت البحر في سبيلي. إيه؟ المسرح بدي نام. طيب بدي نام. انا اسف انا اسف. عم تسمع؟ عم اقول لك بدي نام. طيب 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 انا اسف انا اسف. خلاص لو سمحت ما تغلطش في المسرح بنص كلمه. اخي على راسي المسرح وعلى راسي المسرحيين، بس انا بدي ريح راسي وبدي نام. اوكي اوكي حاضر. صوتك ما بدي اسمعه. العمى إنني أبحث عنك في كل مكان، لا أريد أن أبلغك شيئا. جولييت انظري إلي، فلتخرجي من شرفتك وتنظري إلي نظرة لطيفة ظريفة. لا لا يا روميو، هل أنت كنت بالحديقة بالأمس وحذفتني بوردة أصابتني بسهام الحب؟ جولييت لا، أرجوك لا تتحدثي مثل هذا الحديث، فأنا أحبك منذ زمن بعيد ولم أكن أتمكن أن أصرح بما في داخلي، فإنك يجب أن تعلمي هذا. يا ريت وضل حزين. طبعا عشان حضرتك ما بتعملش حاجة، لا بتأكل ولا بتشرب ولا بتعمل حاجة. لكان هيك أحسن؟ والله يا ريت وضل حزين، على الأقل كان فينا ننام كم ساعة، مو صريخ طول الوقت. صريخ؟ لو سمحتي حوارات رومي مش صريخ، خلي بالك من كلامك. معلش البنت ما قالتش حاجة يا سلاف. لا ما حدش يهين المسرح أبدا وأنا موجودة. طولوا بالكم، مو جايين نتقاتل نحن هون. إيه عرفتي حاجة؟ عرفت كل شيء. شو عرفتي؟ قبلوه ولا لا؟ بصراحة بحس إنه هلأ الوقت مش ظابط إني أحكي. والله العظيم أنتوا شوية معتيه، مين الأهبل اللي قرر يبعت أسماء تجيب المعلومات؟ آه والله؟ لمعلوماتك حبيبتي، إنه المعلومات اللي أنا بجيبها ما حدا بيقدر يحصل عليها. افيدينا من علمك لكان. والله كتير جاية عبالي، بس هلأ صعب. إحنا نستاهل ضرب الجزمة إن كل مرة بنغلط ونبعتك. مش بنغلط صح. ها شرف. هيا متولي طمنا، ايه اللي حصل؟ والله الاخبار نصها حلو ونصها وحش. المخرج اول ما شافني قال لي بص كده على اللبس ده وعمل كده، وقال لي حلو حلو، ما اعرفش اذا كان عجبه ولا ما عجبوش، بس هو النص الحلو ان هو طاير بيا كممثل، الراجل طاير منزعج. النص الوحش بقى ان هو قال لي لازم تلاقي ممثله تعمل معاها دور جولييت ويكون في بينك وبينها كيمياء. لا التانية دي اسمها ايه؟ هارموني. ايوة هي دي. بس يعني خلاصة الكلام ايه اللي حصل؟ خلاصة الكلام ان انا حزين، ان انا زعلان، ان انا حالتي النفسية في الارض زي الزفت. ابوس ايديكم يا جماعة، انتوا صحابي، شوفولي حد يعمل معايا دور جولييت، ابوس ايديكم. عشان الله يا سلاف ابوس ايديك، احكي مع حدا من معارفك ان المخرجين خليه شغله شي شغلة. الي كم يوم ما حضرت ولا فيلم. يا ابني انت مين قالك اني ما اتكلمتش معاهم؟ انا اتكلمت فعلا، وعلى فكره فعلا المخرج حبه، هو كل المشكله انه لازم يلاقي جولييت تمثل معاه في الاوديشن الاسبوع الجاي. يعني ايه يعني هنفضل قاعدين كده؟ هو احنا مش ورانا حاجه غير ناكله ونشربه؟ عندي فكره، شو رايكم حنان تساوي جولييت؟ حنان اذا كانت كل شويه تقول لك ايه وعن شو عم تحكي المسرحيه، عايزها بقى تفهم دلوقتي ان هي هتعمل جولييت وتقنع المخرج كمان. طب ما اسماء تنفع. وهي شلون بدك تخليها تنطق؟ ليكوا إذا ضل الوضع هيك بصراحة أنا ضب شنطتي وطالعة من كل البناية. أنا مهمتي عالج الحيوانات مو الإنسان، ولا كنت درست تمريض مبيطرة. شوفوا يا جماعة، أنا صحيح يعني مش عارفة إزاي ممكن أعمل نفسي دايبة في غرام متولي، بس هي دي ضريبة الاحترافية. أنا اللي هعمل جولييت. شو؟ روميو العزيز، إن كنت في حبك جاداً شريفاً وتريدني معك إلى الأبد، فارسل لي مع من سأرسله إليك غدا بموعد القران والمكان، وعندها سألقي بأقداري عند قدميك وأسير خلفك سيدي حتى النهاية. إنني لا أصدق عيناي
أترك وحي أم خيال؟ من تكوني أيتها الرقيقة؟ أنا جولييت يا روميو. جولييت الجميلة، أخاف أن أكون ما أرى في الليل من رؤى الليل الرقيقة، ففي جمالك عذوبة تقصيه عن دنيا الحقيقة. ليتني أدري منادى الصقور كي أنادي ذلك الصقر الأصيل، ولكنني في الأسر والأسر خافت الصوت مبحوح النداء. يا ليتني كنت طليقة. عزيزتي جولييت، إن روحي تنادي باسمك، فلتسمعي فتسمعي يا جولييت أصوات المحبين في هذا الهدوء من الليل. لا نغمة جميلة كالأجراس الرقراقة. إيه يا ابني الأفوارة دي؟ ما تأفورش كده، خليك طبيعي. لو سمحت يا سلاف، من فضلك ما تتدخلنيش في أدائي للشخصية. كل ممثل بيحط بصمة، وأنا راجل شيف طباخ لازم أحط الفلفل والبهارات بتوعي، يعني دي بصمتي في الدور. ماشي، حط بصمتك زي ما أنت عايز، بس دي مش بصمة طبيعية، دي بصمة بغل. طبعا طبعا خايفه من ادائي لما اقف جنبك على خشبه المسرح ابلعك وشفطك. بيتك يا متولي. بقولك ايه، الراجل اللي اجر لي الطقم ده قال لي ان هو طقم رومي، بس انا شاكك انه طقم زورو. انت شايفه ايه؟ الحياة بقت صعبة قوي يا حنان، صعبة وبس. قولي أشغال شاقة. يلا كلها يومين ويعمل الاختبار ونخلص منه. يومين؟ المشكلة إنه هدون أسبوع كامل. عن جد إنه المزعجين. طب ما يروحوا يتمرنوا بشقتهم. ما هو نفس الشيء، هي شقتهم هي، إحنا سامعين كل حاجة. هنشوفه بيمرنها مبارزة. ده هيموت جولييت قبل ما يبدأ المسرحية أصلاً. كيف جئت إلى هنا؟ ولأي أسباب أتيت؟ جدران هذا البيت والبستان عالية تشق على التسلق، وإن رآك من أقارب أحد فهو الهلاك لك. عزيزتي، لو أن للغرام أجنحة لطار بها خلف الأسوار، ولكن هيهات، حبي لك لا يمكن أن يرى الأخطار، وإن كان أهلك ما هم بجدار. سلاف، أنا بهولي الشباب بتاع دي، الطقم هيموتني. لا ده مش في النص. بس حلو الشغل. تعبت علي. الله وكيلك، لا عم نعرف ناكل ولا عم نعرف نشرب ولا عم نعرف ننام، ما عم نعرف نعمل شيء. لك حتى أنا من كتر مو تعبانة، تخيل نسيت أعطي الرضع لزراف يتيمة رضيعة، كنت رح أنفصل من شغلي. طب بص في وشي، بص في وشي، بص في وشي، ده وشي أنا؟ بص بشرتي باظت إزاي من قلة النوم. يا حرام يا حرام. طب أنا ما حاسألك شيء لأنه بعرف أنه ما عندي الكلام. لا بالعكس، أنا عندي كتير حكي وأكتر منهم كمان. حلو كتير، برافو، انفكت عقدة لسانك معناتها. تفضلي احكي. لا ما ضروري أقولهم، أنا قلت إنه عندي حكي، بس ما قلت إنه رح أنطقن لأنه ما بيطلعوا. سوري. شوفي يا أنسي أسماء، أنا الحقيقة بتجيني حالة هيك، بتعتريني كل فترة حالة من الغضب. حضري شو بصير فيني، ببلش
خرمش وبتجيني حال هيك ما بعد الخرمشه بصير عضعض. فلذلك ارقفي بحالتي يستر على عرضك. شوفوا يا جماعه والله حيرتوني، يعني ما بكون متولي عيش حزنه على عماد ولا بكون اشتغل المسرح، لكن شو بدكم؟ يعني احنا مكتوب علينا العذاب في الحالتين؟ شوفوا انا فيني امنعهم لانه هن غلطوا، بس متولي اذا رجع على حزنه ما حدا منكم يجي لعندي ويطلب مني اتعاطف معكم. لا 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 دخيلك، خلينا على روميو وجولييت احسن ما هيك. رغم هيك انا خلاص راح اتدخل، راح اتدخل، ما معقول اترك الامور سايبه بهالطريقه. روميو جولييت، روميو، مين فيكم روميو ومين جولييت؟ برفع الايدي. روميو جولييت معناتها. طيب هي متاكد انه المسرحيه ما فيها شر؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. سيبك من السيف اهو، ماليش دعوه بالسيف، بقالي ساعه بقنع فيك، احنا بنعمل روميو وجولييت، روايه عاطفيه ما فيهاش اي عنف ولا اي شر يا عم مراد. أعرف أنا يعني لازم نغير شيء بالسيناريو بالحوار، يعني لأنه ما معقول، يعني خايف يكون فيها أي شيء مثير أي شيء مريب. ما فيهاش أي حاجة مثيرة ولا أي حاجة مريبة، وما ينفعش نغير في النص لأن المؤلف مات من زمان. مات؟ خلاص معناتها بنجيب موافقة عن النص، موافقة خطية من أرملته أو من أي حدا من الورثة. يا عم دي سهلة، أدور لك على أي حد ناخد لك منه وإمضي. أي حد مين أنت كمان؟ الراجل مات من أكتر من 400 سنة. 400 سنة؟ من 400 سنة معناتها مفترض تكون مرته كمان ماتت، لأنه عمر افتراض البني آدم 300-350 ماتت. هلا المهم قوموا ورجونا شو في عندكم، قوموا مثلوا نشوف، قوموا. من أنت؟ من أنت أيها المتخفي تحت أستار الليل لتحيط بمكنون أسراري؟ إني لا أعرف أن أقول اسمي لك، ولكن إن كان هذا عدوك فأنا أكرهه يا قديسة. أعرف صوتك، أعرف صوتك، ولكن أذناي لم ترشف بعد من حلو صوتك الجميل. إنني لم أكن أتوقع. لحظة شو هالنياطة والنياصة هاي؟ ما جولييت هيك بهالمياعة والسخافة؟ طلع له واحد تحت ستار الليل بتقول له أعرف اسمك ولن أقول ماذا تفعل هنا. شبك؟ شبك سقسقتي؟ شو صار لك؟ واحد طلع لك تضربي كف نص خلقته بتلمي عليه الناس.